الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال صندوق العراق للتنمية إن العراق يحتاج إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وهذا يعني وجود حاجة إلى جهد كبير محلي ودولي لاحتواء مشكلة السكن. وأضاف صندوق أن تحريك قطاع السكن يعمل على تنشيط جميع القطاعات وبمختلف الاتجاهات، بدءا من قطاع النقل ومصادر المواد الإنشائية والمهن على اختلافها، وصولا إلى الحاجة إلى تحقيق تكامل مع أصوات دولية تمتلك القدرات الإنشائية أو مكملات مشاريع السكن. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151,000 دينار مقابل كل 100 دولار، مشيرا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار. وعلى غرار بغداد، سجل الدولار في أربيل انخفاضا في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 150,900 دينار، وسعر الشراء بلغ 150,800 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي. أكد المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان العراق هونر جمال عدم استلامهم قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين رسمياً. وقال جمال إن الوزارة تعمل على مشروع حسابي منذ قرابة العام، وتم إنشاء هذا الحساب المصرفي لأكثر من 200,000 موظف وخاصة في أربيل لغالبية دافعي الضرائب، والآن يبدأ المشروع في محافظتي السليمانية والدهوك. وأضاف أن المشروع يسبب مشاكل لقرارات المحكمة الاتحادية، لأن المصارف في كردستان العراق التي يتعامل معها حصلت جميعها على إذن من البنك المركزي العراقي، وجميعهم شاركوا في مشروع حسابي بموافقة ذلك المصرف. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام المتوسط برغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأنباء أن أوبك بلس قد تمدد تخفيضات الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024. وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار دولار لتصل إلى 77.07 دولارا، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار دولار أيضا لتصل إلى 80.37 دولارا للبرميل. قالت 3 مصادر في تحالف أوبك بلس إن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من عام 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق. وأفاد 2 من المصادر بأن التحالف قد يبقي التخفيضات لنهاية العام. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في شهر تشرين الثاني الماضي على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 1,200,000 برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفض إنتاجها الطوعي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز للقاء.